الوحده الخامسه في الكتاب الجبر اللي هي لغه الجبر. اول درس في عندنا التعابير الجبريه، تتضمن ضرب وقسمه التعابير الجبريه، وبعدين في عندنا المتطابقات التربيعيه. في عندنا بعض الكلمات الجديده علينا، في عندنا الحد الجبري والمعامل العددي والقسم الحرفي. بعدين في عندنا المتطابقات التربيعية والمعادلات والمتراجحات، إن شاء الله بعدين بنشوفها. أول شيء التعابير الجبرية، في عندنا المجسم الآتي اللي هو متوازي مستطيلات، وجوهه عبارة عن مستطيلات، طول قاعدته x وارتفاع y والعرض هو 5. حجم متوازي المستطيلات يساوي الطول بالعرض بالارتفاع، يعني 5 بx بy. هذا المقدار وهذا التعبير راح نسميه حد جبري، 5xy هو حد جبري. بنسمي الخمسة معامل عددي، وبنسمي xy قسم حرفي. إذا العدد 5 معامل عددي والxy هو القسم الحرفي. فممكن هون يصير عندنا سؤال، شلون في عندنا 5 وx y هي كلها حد واحد مو اكثر؟ لان ما في عندنا فاصل بيناتين، ما في عندنا بيناتين زائد او ناقص، لان الفاصل بين الحدود الجبريه هو الزائد او الناقص. فال5 x y هي معناها 5 ضرب x ضرب y، فهي كلها بنسميها حد جبري واحد. لو كان الفاصل بيناتين زائد او ناقص كان صار في عندنا اكثر من حد جبري. إذا بنسمي الأرقام أو الأعداد معامل عددي، وبنسمي الأحرف قسم حرفي. في عندنا المكعب اللي هو عبارة عن مجسم وجوهه مربعات، طول ضلعه يساوي 3x، طبعا كل أضلاع نفس الطول بما أنه هي وجوه مربعات. حجم المكعب يساوي الضلع في الضلع في الضلع، يعني يساوي 3x في 3x في 3x، وتساوي 27x مكعب. فراح نسمي العدد 27 هو المعامل العددي، والإكس مكعب هو القسم الحرفي. مع بعضين 27 إكس مكعب بنسميه حد جبري، حد جبري. ما في عنا فاصل بين 27 والإكس مكعب، هي أصلا 27 ضرب إكس مكعب، يعني بياناتهم في عملية ضرب، فراح نسميه 27 إكس مكعب حد جبري. نشاط آخر، صفحة 80، في عنا المكعب كمان، طول ضلعه أو حرفه يساوي 2 على 3 x. السؤال عبر عن حجم المكعب الآتي، بدنا ندل بعدين على المعامل العددي وعلى القسم الحرفي. مثل ما قلنا حجم المكعب يساوي الضلع في الضلع في الضلع، يعني 2 على 3 x y ضرب نفسه 3 مرات أو بالأس 3. 2 ضرب 2 ضرب 2 ويساوي 8، 3 ضرب 3 ضرب 3 ويساوي 27، x في x في x يساوي x مكعب أو x أس 3، y في y في y يساوي y مكعب أو y أس 3، فصار الجواب 8 على 27 x مكعب y مكعب. هذا كله بنسميه حد جبري. بنسمي الكسر 8 على 27 معامل عددي، والقسم الحرفي اللي هو x مكعب y مكعب. هاي بالنسبة للتعابير الجبرية. إذا الحد الجبري بيضم معامل عددي إذا كان موجود وقسم حرفي، والفاصل بين الحدود الجبرية إشارة الزائد أو إشارة الناقص.